خلونا بقى نروح لامر اخر قبل يعني ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الى اديس ابابا ومشاركته في القمه الافريقيه. كان ليه جوله تفقديه في عزبه الهجانه ومنطقه عزبه الهجانه عشان يشوف مدى التطوير اللي تم في هذه المنطقه. شفنا الرئيس وهو بيكلم الناس وبيشوف ازماتهم واحلامهم، وشفنا الرئيس وهو كمان بيقابل ست كبيره في السن وامر بعلاجها على نفقه الدوله وان يتم تقديم الرعايه الصحيه الفوريه لها. ست ام صابر اللي تمنت من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يامر بانه المحل بتاعها يرجع لها تاني مره اخرى عشان تعود للعمل فيه مره تانيه. ست ام صابر دلوقتي موجوده بالفعل حاليا في احد المستشفيات الكبرى في مصر وبتتلقى الرعايه الكامله. لكن خلونا الاول قبل ما نتكلم ونكمل حديثنا عن الست ام صابر نشوف الفيديو والحديث اللي دار ما بين الست ام صابر والرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء جولته في عزبه الهجانه. وأثناء مرور سيادته تصادف وجود إحدى المواطنات من الباعة الجائلين وأمر سيادته بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها، وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة. أهلا بيك أهلا بيك، مصر كلها بتحييك ويسعدك ويهنيك. أمين يا رب. يطرح البركة فيك. خدوا حاجتي بقول لك؟ خدوا حاجتي، خدوا مكاني. لا ليكي مكان. لا ليكي مكان. ربنا يسعدك ويخليك ويحميك من كل شر. يا رب يحميك من كل شر. علينا ليه؟ انت كويسه؟ الحمد لله. رجليا كلها خشونه وظهري متبدله. لا الله يخليك ليا يا رب. لا. يسعدك. اشوف ويكون شر الطريق عليها يعني. الله يسعدك ويخليك انت عايزاه شر الطريق. خليك لاولادك يا رب. خليك ويحميك من كل شر يا رب. يا رب احنا تحت امرك. الله يوسع عليك يا رب. ده زي ما حضراتكم شفتوا كان جزء من الحوار اللي دار ما بين الست ام صابر والرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء جولته التفقديه لمنطقه عزبه الهجانه. معانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ صابر ابن الست ام صابر، نعرف منه بالظبط ايه اللي تم مع الست ام صابر. استاذ صابر صباح الورد. صباح الورد على حضرتك يا فندم وعلى مصر كلها وعلى سياده الرئيس السيسي والقيادات والناس المحترمه سياده اللواء مجدي وسياده العميد ابراهيم والناس كلها في هيئه الشركه الوطنيه. صباح الخير. اولا طمنا على الست ام صابر، يعني المعلومات اللي عندنا دلوقتي بتقول ان هي راحت يعني تتعالج في احد المستشفيات الكبيره. تمام. ايه اللي تم معاها بالظبط؟ في مستشفى جلال العسكري يا فندم. بالفعل جت عربيه ثاني يوم الصبح كان معاها سياده الرئيس هنا ورحنا بيها للمستشفى وقاموا فعلا بالاستقبال بيها والرعايه شغالين فيها تحاليل واشعه وبصفات عليها ولسه كمان هي محتاجه ذهنيات كمان عشان يكملوا بقى الفحوصات الشامله عليها. استاذ صابر هي كانت مريضه بايه؟ يعني كانت بتعاني من ايه؟ الخشونه والضغط وصدرها كان تعبان برضه. الف سلامه عليها. فيما يخص بقى جزئيه انه هيكون ليها مكان عشان تعود مره اخرى، هل تم فعلا بالفعل انه طبعا في توجيه من فخامه الرئيس بانه كمان يكون ليها مكان عشان تعود للعمل مره اخرى؟ تمام يا فندم. فهل بالفعل يعني تم الاجراءات او عرفت ايه المكان اللي هتبقوا فيه؟ هو هم يا فندم قالوا لنا خلينا في مكاننا حاليا لغايه ما يخلصوا المكان، بيشغلين بيبنوا بيكملوه، يعني اول ما يخلصوه هنتنقل فيه ان شاء الله. طبعا عمر سيادة الرئيس الله يبارك له سيادة اللواء مجدي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ صابر. ورئيس عبد الفتاح السيسي كمان وجه بانه يكون في قافله طبيه لعزبه الهجانه للكشف المجاني على كل القائمين. بالفعل القافله توجهت النهارده راحت لمنطقه عزبه الهجانه، هتقوم القافله الطبيه دي بالكشف على كل اهالي عزبه الهجانه، والاهالينا في هذه المنطقه يقدروا يتابعوا مع القافله الطبيه دي معها بحيث ان هم اي حد محتاج في حضراتكم علاج يقدر يتواصل مع القافله الطبيه دي، وان شاء الله ربنا يطمن حضراتكم جميعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي مها فكره انه دايما المواقف الانسانيه والاخلاقيه مواقف كتير جدا، فكره مواقف صغيره ممكن الناس تشوفها صغيره لكنها بتجبر خاطر الناس طبعا، يعني بشكل كبير جدا المواقف الانسانيه البسيطه. وغالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكون المواقف دي مع ستات
فعلا بيعكسوا مدى انه عارفين زي ما تكونوا حضراتكم كده، اللي هو الناس ممكن تقعد تقول ده متنظمه ده مش متنظمه، بس بيبان من ردود فعل السيدات ومن ردود فعل الناس اللي بتشارك فعلا في المواقف اللي زي دي، بتبقى موجوده في المواقف اللي زي دي، انه قد ايه فعلا الرئيس بيبقى فيه لمسه انسانيه دايما. صحيح. في الموضوع ده، ونتمنى ان الموضوع ده مش بس يكون في القياده السياسيه، بس نتمنى ان الموضوع ده يكون على مستوى كل المسؤولين في الدولة، مش بس الرئيس ولا حتى الوزراء. بنشوف مواقف زي دي بالفعل فعلا، سواء من الرئيس أو من بقية الوزراء، لكن عايزين الموضوع ده يكون أكبر يا جماعة، من المحافظين، من مسؤولي المجالس المحلية، من رؤساء مجالس المدن، لأن دول أيا كان احتكاك الرئيس بالشارع مش هيكون قد احتكاك المسؤولين دول بشكل مباشر مع المواطنين. اللفتات الإنسانية لفخامة الرئيس مهمة جدا إن هي تتصور زي ما حضراتكم بتشوفوا. ليه؟ لأنه إحنا لما يعني ما بنتعلم الكلام ما بيفتش، يعني الكلام لا يسمن ولا يغني من جوه. ممكن نقعد نتكلم ونرغي عن الإنسانيات من هنا لحد آخر الزمان، لكن في الحقيقة الناس لما بتتعلم من بعضها بتتعلم من خلال المثل، النموذج، من خلال الفعل. لما بنشوف هذا الفعل الإنساني وبنشوفه إزاي، بنبتدي كمان العدوى دي توصل لنا، تبتدي الناس تنتبه لإنسانيتها، نبتدي إحنا كمان على مستوى الأفراد إن إحنا نرحم بعض، نجبر خواطر بعض، نساند بعض. وطبعا يعني فخامة الرئيس مهتم جدا جدا ببناء الإنسان، مهتم جدا جدا بالإنسانية، فخلونا دايما نتذكر إنه الإنسانية في الحقيقة هي عقيدة في حد ذاتها. طبعا.